الآن أهلا بكم طبعا إلى اللقاء الأولى طبعا بالعودة إلى الشأن الليبي. نستضيفه في الليلة من بيروت الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، حيث سنناقش معه الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس الأمن الدولي لبحث مواجهة داعش في ليبيا. إذن بداية، كيف ترى حظوظ استجابة مجلس الأمن خلال هذه الجلسة المنعقدة الآن لإصدار قرار بالتدخل العسكري في ليبيا؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين سكاي نيوز. حقيقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سحب البساط من مجلس الأمن، وتكلم بشكل إنشائي وعاطفي ويخاطب المسلمين الذين في أمريكا وكأنه يريد أن يدرأ الخطر، وهي القصة. وتكلم عن داعش كحالة نشول، لم يتكلم عنها كحالة واقعية معاشة في منطقتنا يعني بصراحة. والموضوع قائم على ما يجري في ليبيا وما يجري في العراق وما يجري في سوريا، يعني هو كأنه أعطى حصة تربية للمندوبين العرب الممثلين في مجلس الأمن. يعني بصراحة نحن الآن أمام وضع خطير، وأمام بلد متهالك، وأمام اقتصاد متهاوي، وأمام مهجرين ونازحين، والمشاهد سيد عبد الحكيم أنت تعلق على هؤلاء لن يتراجعوا. سيد عبد الحكيم أنت تعلق على كلمة باراك أوباما التي أنا بدأت حديثي قبل قليل في مؤتمر مكافحة الإرهاب، ولكن أنا أسأل على مجلس أوباما أنا أسأل على مجلس الأمن الآن، المجتمع المعقد الآن. الموضوع أنا قلت لك في البداية، ربما ما ركزتيش معي، قلت لك باراك أوباما سحب البساط من مجلس الأمن. أين الموضوع الليبي؟ ولم يشير إلى ليبيا، وأشار إلى العراق، وأشار، هو يتابع، هو لم يشير إلى ليبيا. الموضوع موضوع ليبيا، هو كأنه لا يريد أن يتورط في المشهد الليبي، لأن تمت صورة أخرى ظلمية عن الحالة الليبية لا يريد أن يفصح عنها بصراحة. يعني الحالة الصعبة اللي تمر بها ليبيا هي التي تستدعي حتى مجرد الإشارة. هو تكلم عن العراق وعن سوريا، لم يتكلم عن ليبيا. إذن ماذا عساهم يفعلون الذين يجلسون في مجلس الأمن ورئيس أمريكا، رئيس زعيمة العالم الحر، لم يشر إلى البلد الذي يعيش هذا الهلاك، وتقدم بمذكرة لإيجاد مخرج من أزمته، وتدخلت دول عربية شقيقة بأن تساعد. احنا نطلب المجتمع الدولي، من هو المجتمع الدولي؟ أمريكا هو المجتمع الدولي. الرئيس أوباما لم يشر إلى الموضوع الليبي إطلاقا بصراحة يعني. وهذه مشكلة حقيقية، هذه لازم، هذه التفاصيل لازم ندخل فيها، وإلا في التفاصيل الشيطان صحيح. ولكن هذا هو المنطق. يعني الرئيس باراك أوباما لم يشر إلى ليبيا اليوم، وتكلم عن موضوع مكافحة الإرهاب ووضع وعاء زمني وخلق بيئة ملائمة لا تحتضن هؤلاء الإرهابيين. طيب والناس اللي عم تتشرد وعم تموت كل يوم، كيف نعملوا فيها؟ أين الحل؟ هم لا يريدون التدخل في الشأن الليبي، هم من وضعوا ليبيا في هذا المأزق بصراحة. مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا هم الذين وضعوا ليبيا، ولا يريدوا أن يتراجعون عن هذا الموقف. هم يدعمون الإسلام السياسي، وكلام باراك أوباما يشي بأن ليس تم قرار لأي تدخل عسكري للقضاء على هؤلاء. سيدتي، كيف لنا أن نتحاور في ظل وجود إرهاب؟ هل هناك إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني تحارب إرهابيين لا يؤمنون بالآخر؟ إلا إذا كان هذه الحكومة تريد أن تضع برامج عمل لشعب من الجماجم اللي فيهم يعيشون دار طيب يومي. طيب سيد عبد الحكيم، من الذي دفع؟ طيب كيف تفسر إذن هذا الارتباك؟ نعم. والتعامل وهذا التجاهل من قبل الإدارة الأمريكية لما يحصل في ليبيا، كيف تفسر؟ في ازدواجية واضحة يعني بصراحة. هناك غباء سياسي وهناك نفس خبيط في التعاطي مع الشأن الليبي، كأنهم يريدون أن يقولون بأنهم ما حصل في سرت اليومين الماضيين من ذبح الإخوة المصريين هو عملية استدراج للجيش المصري لكي يدخل لليبيا وفي معركة فاشلة، وبالتالي يضمنوا أنه يتحالف معهم. هذه هي الحقيقة. والجزائر أيضا هي الأخرى من خلال كلمة مندوبها نأت بنفسها. يا أخي على الأقل كان يتكلم عن دعم الشرعية في ليبيا، دعم رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. من سوف يكافح الإرهاب؟ كيف لك أنت في بؤرة التوتر تتحدثي عن السلام وعن أمن وعن الحلم وعن الفرح وأنت في جو محموم؟ كيف؟ من هو الذي بمقدوره؟ أي حكومة هذه؟ من الملائكة؟ نحن في جو من الشياطين. من الذي بمقدوره أن ينفذ أي مشروع عمل؟ ثم عن أي حوار يتحدث؟ يا سيدتي في ليبيا لدينا إرهاب، لدينا إرهاب، لدينا جماعات عقدية متطرفة وفي رقعة جغرافية مترامية تصل إلى 1,750,000 كيلومتر مربع. يعني والأوروبيين يقولون أن الخطر داهم.
المندوب الإيطالي تكلم عن مصلحة إيطاليا، لم يتكلم عن مصلحة الشعب الليبي. هو من خلال كلمته يريد أن يقول نحن نعاني من الهجرة العكسية، وهذا منطق، لأن هناك عشرات بل مئات من المهجرين الذين يعبرون البحر عبر المرافق الليبية، وهي بالمناسبة سلعة، وهي يعني يتربحون منها هذه تتربح منها هذه الجماعات. وأيضا يريد أن يشير بأن ليبيا فيها غاز، وهم من مصلحتهم أن يحافظوا على الغاز الليبي الذي تتغذى منه إيطاليا وأوروبا ويدفيها، وأطفالنا يموتوا في السقيع. يعني نفس مصلحي أنا أتحدث عن الشعب الليبي، أتحدث عن الوطن الليبي، أتحدث عن كيفية القضاء على هذا الإرهاب الذي فتحت له الأمم المتحدة الأبواب على كل مصاريعها من أجل أن يعبث بليبيا. ليس تم مندوب تكلم عن هذا الموضوع بصراحة. يعني شو وصلنا للمرحلة هذه؟ المصريين ضاقوا درعا بما يحصل في ليبيا، هذه ليست سابقة. طيب، وفي المحصلة سيد عبد الحكيم، وكيف تنتهك السيادة الليبية؟ طيب، استنادا لما تقول أن باراك أوباما سحب البساط من مجلس الأمن، هل يمكن أن نتوقع أن يحدث أي تدخل عسكري خارج مجلس الأمن هذه المرة؟ يعني ربما تحالف إقليمي أو ربما تحالف لبعض دول جوار ليبيا تقوم بعمل عسكري معين داخل ليبيا؟ والله بصراحة الآن المسؤولية ملقاة على عاتق الجامعة العربية. أنا لا أثق في قراراتها كثيرا، وهي مؤسسة تهالكت واهترأت، ولكن للأسف الشديد نحن أمام خطر حقيقي داهم لكل المنطقة، لا يرحم لا ليبيا ولا مصر ولا العراق ولا تونس ولا أوروبا. فالجامعة العربية أمامها اتفاقية للدفاع العربي المشترك، لماذا لا تفعلها على الأقل؟ على هذه المحنة يجب أن يتصدى لها الجيش العربي، لا نستعين بقوات أجنبية. نحن لا، يعني بكل تأكيد هؤلاء الأوروبيون عندما يأتوا لن يأتوا إلى ليبيا بالورود، سوف يأتوا بالصواريخ والقنابل، ولديهم أحلام العودة القديمة. إيطاليا تحلم بالشاطئ الرابع، من ينكر هذا؟ هكذا هو التاريخ. التاريخ يا سيدتي لا يعيد نفسه، نحن نكرر أخطائنا. إيطاليا تريد العودة لملا، بريطانيا تريد العودة إلى برقة، أمريكا تريد النفط، فرنسا تريد الجنوب الليبي. هذه الخارطة، هذا هو التخريط الجديد. الشعب الليبي يذهب إلى الجحيم، وهو في الجحيم الآن. من الذي أوجد هذا الجحيم؟ أنا أأمل بأن يكون هناك تحالف عربي، نعم، وبس مش عربي، حتى أفريقي، لأن ليبيا عضو مؤسس الاتحاد الأفريقي، وهناك دول الساحل مهددة، هي الأخرى من تشاد ومالي والنيجر. أنت تتحدثين عن آلاف المقاتلين. الآن هناك معلومات مؤكدة بأن هذه الجماعات نصبت صواريخ سكود تحصلت عليها من المعسكرات النظام معمر قذافي، صواريخ سكود مداها 1500 كيلومتر. العالم في خطر، شمال أوروبا في خطر، مصر في خطر، هؤلاء لن يتوانوا على فعل أي شيء طالما يظهر هذا المشهد المرعب، لكي يبعث برسالة لكل الإنسانية بأننا لن نتراجع على ذبح الناس، فبمقدور من يفعلوا أي شيء. هذه المشكلة، العالم عليه أن ينتبه، ليبيا تشكل خطر على العالم. ليبيا أصبحت بؤرة إرهاب حقيقية، ليس على 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 المنطقة العربية ولا المتوسط، على العالم كله. ليبيا عبارة عن خزان من المقاتلين، وإمكانيات مالية مأهولة، ونفط، ومساحة جغرافية، وبإمكانهم أن يتحركوا كيف ما شاءون، يهددوا الأمن القومي المصري، يهددوا الأمن القومي التونسي الجزائري. أما قصة النائب النفس وأنا أضع جيشي على الحدود، يعني مثلا مش معقول، نحن جيران ونحن تربطنا أواصر وتربطنا علاقات وتاريخ مشترك، كيف نتفرج على شعب نصفه مشرد والنصف الآخر مخطط؟ شكراً. أي حوار سياسي عن أي حكومة. السيد ليون لو سمحتي لي، السيد ليون جاء بحلم ملقى، باختصار لو سمحت، باختصار لأنه الوقت يعني يداهمنا، بابلو بيكاسو يتصور بأنه جاي للسوق. طيب، نعم. شكرا لك، شكرا، كنت معنا طبعا من بيروت الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، شكرا لك، نلتقي على رأس الساعة.